بان النيابه العامه خصها تتحرك. دابا الان كاينه شبهات كثيره، الراي العام كله تكلم عليها، كاينه حالات بعينها، الحاله ديال 33615 ديال طنجة، الحالة الثانية ديال القصار الكبير ديال واحد قال لهم عباد الله انا راه هالرقم ديالي خرج كيقولها، عندنا شكايات حطوها ناس امام النيابة العامة، النيابة العامة تتدخل في طالما كاين هناك فعل جرمي خاصها تدخل النيابة العامة، مجرد وشاية خاصها تدخل، دخل النيابة العامة. كذلك كاين آليات برلمانية، برلمان باعتباره كيراقب الحكومة عنده أدوات وآليات، عنده الآليات ديال تشكيل لجنة تقصي الحقائق، عنده الآليات اللجان الاستطلاعية، من حقه يشكل. أنا أدعو البرلمان إلى تشكيل لجنة، مادام أن هذا الموضوع وصل إلى المستوى الدولي وأصبح يمس بمصداقية الوطن ويمس بمصداقية المباريات ديال وليدات المغاربة، علاش البرلمان ما يشكلش لجنة تقصي الحقائق؟ أنا أدعو البرلمان بغرفتين إلى تشكيل لجنة ديال تقصي الحقائق ويهبط ويشوف هاد الشبهات وهاد الادعاءات وهاد الشيء واش صحيح ولا ماشي صحيح، لتبيان الحقيقة، للوقوف على الحقيقة. وإلا كانت شي حاجة من الاختلالات من هاد الشيء اللي هاد الشبهات كلها، يرتبوا الجزاءات ذات الطبيعة السياسية والجزاءات ذات الطبيعة القانونية اللي القضاء كافيين بأن يبت فيها اللي تبتت على حقه شخص، أي واحد تبت عليه بأنه أساء لهذه المباراة يتحمل المسؤولية ديالو أمام القانون. يروج في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في بعض المواقع الأخرى استقالة السيد وزير العدل، يعني هي مسألة حتمية وما خصش يكون فيها النقاش. أنتم بصفتكم كسياسي وكذلك برلماني سابق، كيفاش كتشوفوا هذه القضية ديال الاستقالة ديال وزير العدل؟ أنا وجهة نظر ديالي، أولا ما مطلوبش استقالة وزير العدل، انا اعتقد بانه سيعترفوه به ما قالوا ما يدير في وزارة العدل. من اللي جا هو كرة الثلج كتكبر في سنة. اول قدم الميزانية اللي ماشي هو وجد الميزانية اللي خلات له الحكومة السابقة، جا دار قنبلة فرقعة تتعلق بالمحامون واتهامات من هنا وهنا، ازمة جواز ديال 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 التلقيح ازمه، ضرائب ازمه، دابا امتحان المحاماه ازمه، العلاقه مع القضاه ازمه. راه ما كاينش شي واحد شي سياسي كينجح بهذه الطريقه. السياسي خصو يكون بحال البونجا، هو اللي كيستوعب الازمات ماشي كيخلق الازمات، ولكن الازمه اكبر من عبطي فهبي. انا في نظري الازمه مرتبطه بواحد النموذج سياسي، واحد النموذج سياسي. انا في نظري مستقبل المغرب والمستوى ديال المغرب ما صالح ليش هذا النموذج، هذا الموديل اللي كاين الان اللي كيقدموا بالخصوص النموذج ديال هاد الاحزاب السياسيه بهذا الشكل اللي كتقود الحكومه، راه نموذج ما صالحش للمغرب. وانتم كتشوفوا الجماعات كي دايره، كتشوفوا الحكومه كي دايره، كتشوفوا البرلمان كي داير، راه لا يليق بالمغرب. المغرب الان تبارك الله نسبة التعليم ارتفعت، الاهتمام بالسياسة، الاهتمام بالشأن العام، الرغبة في المشاركة، المغاربة عندهم الآن رغبة في المشاركة في الحياة العامة، وحقهم هذا كيعطيو لهم ماشي الدستور، كيعطيهم الطبيعة، الكون، الإنسانية، المواثيق الدولية، وعاد الدستور، وعاد القوانين، أنهم يشاركوا ويشوفوا منتخبين ممثلين ديالهم في المستوى ديالهم، كاين فرق شاسع ما بين المغاربة الآن وما بين الحكومة وما بين الجامعات. أنتم كتشوفوا هذه التجربة بعد سنة للأسف الشديد لا تبشر بالخير للأسف الشديد. فأنا أدعو إلى استقالة هذا النموذج كله نتجاوزوه إلى نموذج فيه أحزاب سياسية مواطنة، أحزاب سياسية قريبة من المواطنين، فيها نخب ماشي ديال الأعيان وديال المال، لا، النخب الحقيقية، فيها مثقفين، فيها الصحفيين، فيها الإعلاميين، فيها الفقراء والمهمشين، حتى هم من حقهم أنهم يكونوا في المؤسسات، لأن هذه المؤسسات خاصها تعكس المغرب كافة الألوان ديالو وكافة الطيف ديالو، ويكون عندنا واحد الحوار سياسي حقيقي واشتغال. المغرب الآن يشار إليه بالبنان على المستوى الدولي وعلى المستوى الترابي وعلى المستوى، خصنا في هذا المستوى نكونوا. فأعتقد أننا أقل من هذا المستوى
شكلين كبير. انا غير بغيت نختم في التكوين ديال المحامون. انا ادعو الى اولا الى تفعيل واحد المعهد ديال التكوين ديال المحامون. هذا المعهد جا في القانون ديال 92. علاش لحد الان كل الحكومات فشلت انها تخرج؟ علاش؟ للاسف الشديد خص تخرج هذا المعهد الى حي التنفيذ. كان الوزير السابق سعد بن عبد القادر وكان عندي سؤال في هذا الموضوع وقال بالحرف مجلس النواب على انه قريبا ان شاء الله سيتم الاحداث ديال المعهد. علاش ما كاينش هذا المعهد؟ الدور ديال المعهد هو التكوين، هو الاشراف، هو دار المباراه ودخلوا الناس يقراوا في اللي هما مؤهلين. ماشي دابا للاسف الشديد كان هذه المهنه ديال اما يجيو ناس ديال العداله يدوزوا التقاعد ديالهم فيها، يا اما جهات معينه تدوز التقاعد ديالها، يا اما تبقى مفتوحه على مصراعيها. ماشي معقول، ماشي معقول. خاص معهد ديال التكوين ديال المحامون يخرج وحتى العدد تولي مباراة والعدد يتم تحديد ديالو مسبقا، اللي يكون هذا العدد اولا يضمن الولوج العادي لوليدات المغاربة للمحاماة ولمهن العدالة، ومن جهة اخرى يتم التطور الطبيعي، حيت المهن خصها تطور بشكل طبيعي يوازي الحجم ديال الاشتغال والحاجة ديال المجتمع لمهنة المحاماة، باش ما تتمش الاغراق ديالها وبالتالي الافساد ديالها والاضعاف ديالها. ومن جهه ما يمكنش نسدوها عيلة ولاد زيد وعمر ونضمنوا هذا التوازن. اولا جوده التكوين من جهه، ويدخلوا لينا الناس اللي باغيين يشتغلوا فيها وفي عندهم الكفاءه اللازمه ووفق معايير دقيقه ومحدده، وما تكونش مهنه ملحقه لانه هذه ما تبقاش هذا الاختلال اللي كاين. كاين اشكال كبير جدا، اشكال كبير هو الاحتكار. إن المحاماة كتعيش واحد حالة احتكار غير مسبوقة، رهيب جدا. تصور معايا كتلقى محامي ما كيفتحش ملف، جوج ملفات، ثلاثة ملفات في العام، ما صايبش ما ياكل، 50 درهم ما تيجبش في النهار. واحد عنده عشرات الآلاف ديال الملفات اللي كيفتح في السنة، لأنه كينوب على الوزارات والمؤسسات العمومية والجامعات والأبناك وكل شيء كينوب عليه. علاش ما كاينش نظام الصفقات العموميه؟ هذوما الاصلاحات اللي خصها تدخل. علاش الرئيس اللي جا والوزير اللي جا يجيب واحد كيعرفو او وحده كتعرفو ويكون واحد التنافسيه حقيقيه؟ طلبات العروض، علاش ما كاينش طلبات العروض؟ ياك مجلس المنافسه دار تقرير على مهنه المحاماه وتكلم على الاحتكار ديال المهنه، باش انت الناس اللي دخلوا ماشي نجيب 2000 ولا 3000 ولا 4000 ولكن يجي يسعى مسكين، لا، يبقى في مستوى مهنة المحاماة. راه كارثة الاحتكار اللي كاين في مهنة المحاماة، كارثة عظمى. والحل ديال الاحتكار انا في نظري، علاش المهندسين المعماريين دايرين 5 ملفات في الشهر في كل جامعة؟ باش يخليو كفاءة المهندسين. والمغاربة سيادنا المغاربة القدام، التجار ديال المغاربة القدام، كانوا واحد فيهم واحد العادة نبيلة جدا، يا ريت نتأسوا بها. شنو هي؟ كانوا في السوق ملي كيبيع كيفتح محلات مفتوحين، ملي كيبيع شي واحد مزيان وكيشوف خوتو اللي قدامو ما باعوش كيحط الكرسي في الباب، كيجي كيحط الكرسي في الباب باش كيجيو الناس كيلقاو الباب مسدوده وكيمشي عند اللي قدامو واللي في جنبو، باش كيوقع واحد التوزيع عادل ديال الثروه، توزيع عادل ديال المداخل، وكيكون واحد الانسجام واحد الاخر. وراه الا حافظنا على هاد البلاد وحافظنا على راه كاملين نعيشوا بخير وعلى خير، وعنقدموا واحد العداله تليق بالمغرب بتاريخه بشموخه بعظمته. وشكرا لكم. ستساهم في ذلك، ولكن الحكومه لان خصنا نشدوا هذا الموضوع ماشي في بعده ديال 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 المحاماه فقط. هذه واحد الرساله كيقولوها المغاربه بكافه الاطياف ديالهم للحكومه. الحكومه جمعي راسك، وهبي جمع راسك، اخنوش جمع راسك، نزار بركه باعتباركم نتوما اللي كتقودوا جمعوا راسكم. راه المغاربه ما عطاوكمش واحد كارت بلونش، راهم يحاسبوكم، راهم يراقبوكم، وراهم غدا يحتجوا ضدكم الا ما كنتوش في المستوى ديال انه ديال الامانه اللي على العاتق ديالكم والثقه ديال المغاربه والثقه ديال جلاله الملك. شكرا سي نجيب القاري، تحياتي.